انا فين؟ في اوضتها يا ابني. مش عارفه عملت ايه؟ حرام عليك، انا اسف. حرام عليك، ابعدي عني. عليك انا اسف، انا عارفه انك، انا اسفه. لما انت عايزه تتجوزي ما قلتيش ليه من الاول؟ كنا جبنا شويه سبزات تراب، لكن انت حطيتي رقبتك على الارض وخليتي ناس عينها بالجزمه. هتموتها يا ابني، هتموتها في ايدك. الحقونا يا ناس. حرام عليك انت ايه ده؟ اه حرام عليك. اه ما بتغلطنيش، ابعد عني، انت مالكش ضربه عليا. هو انت لسه شفت الارض؟ ده انا هضربك واتفينك هنا. حرام عليك، ارحمها يا ابني، ارحمها. ابعدي بقى، ابعد عني. انت بتشطر عليا ليه؟ ما تروح تشطر على مراتك. انا حبيته، ما اذنبتش، زي ما هي حبته وما قدرتش تنساه لغايه دلوقتي. ولولا ما كانتش اتجوزتك ولا هو كان مشي ورايا. ايه اللي مصحيك بدري يا سناء؟ كان لازم اتكلم معاك. اقعدي. موزع يا معلم، يعني احنا بقيه البضاعه نحطها في المخزن؟ البضاعه كلها هتجيلي على هنا. ادي الورقه دي للسواق. اطلعوا بره، اطلعوا بره دلوقتي. محدش يخش عليا. مين اللي عمل فيكي كده؟ عايز بعد اللي عملته يحصل فيا ايه؟ عملت فيكي ايه؟ مش رحت قلت له؟ واديت له الورقة؟ سناء مش عايز اسمع كلام غبي. ولا انا. ايه دول؟ دي فلوسك. ما ينفعش. ما ينفعش يا سناء. هو ايه اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش اخد منك فلوس. ليه؟ باظت خلاص. ما باظتش. زيزو انا بحبك، بحبك بجد لدرجه اني ما بقتش شايفه حاجه غيرك وما اقدرش ابعد عنك ومش عارفه اعمل ايه. طب اهدي. طيب اهدي. مش عايزه اهدى. سناء معلم زيزو، انت غلطت فينا ثلاث مرات. اول مره صحيتنا انا وبكرو من النوم وده ما يحصلش ابدا. تاني حاجه البضاعه المفروض تتحط في المخازن قلت لنا هتوها المعرض وده برضو ما يحصلش ابدا. تالت حاجه قول لنا ليه الاثنين دول ما يحصلوش ابدا. عايز الشارع عبد العزيز كله يفهم ان احنا خلاص نازلين بتقلنا. المحل ده يتملي بضاعه النهارده، فاهمين؟ محل ايه؟ محل اكل العيش. اطلعوا بره. اطلعوا بره. ده ما يحصلش ابدا. اطلع اطلع بره يا عم، ده متضايق. ايوه يا وليد، معلش صحتك بدري. لا انا كنت بجيب بضاعه. اسمع، عايزك النهارده قبل ما تنزل تتصل بشركه الخطوط. هندفع ونستلم. عايز شارع عبد العزيز كله النهارده يتملي بضاعه. واسأل لي على الأسعار كده عند أنور وغير أنور. اللي هيشتغل في المحمول بقى غيرنا ذنبه على جنبه. هنعمل خصومات وتخفيضات ونولع الدنيا. ماشي. سلام. عاصم، أنت
انت كنت بتعمل ايه هنا؟ كنت فين يا بت؟ كنت فين؟ كنت عند زيزو. انت يا بت ما بتفهميش؟ معلش. انت ما بتحسيش يا بت؟ معلش كنت بكلمه. كنت بتكلميه في ايه؟ كنت بكلمه علشان يجي يتجوزني. كنت بتكلميه فين يا سناء؟ ورحت له المحل بتاعه. والله هيتجوزني. ما تزعلش مني يا اخويا، انا اسفه. حقك عليا انت وابويا. انا عرفتني عملت. حاضر حاضر. لو عرفت انك نزلتي من البيت عشان تتكلميه في حاجه، حاضر، هيبقى اخر يوم في عمرك. حاضر. قول يا بت، مش عايز تخش. لا يا معلم ما ينفعش. احنا اتفقنا على ايه؟ ايه؟ واحنا بنحط الباترينا عندك اتفقنا على ايه؟ انا ناسي، فكرني ايه؟ الله، اتفقنا مفيش شغل في المحمول ليك قبل سنتين. سنتين؟ اه سنتين. ده كتير. بعدلك 1500 جندي كل شهر. بس ده كتير قوي يا معلم. لا مش كتير، ده اتفاق. طب انا عايز اشتغل في المحمول. استغفر الله العظيم يا رب. طب بص يا ريس، انا هقول لك فكره، وان ما عجبكش نتفاهم. ماشي، قول يا معلمه. هتفتي؟ ها، صلي على النبي وعلى الصلاه والسلام. على الصلاه والسلام. انا النهارده هديك بضاعه. تحطها فين؟ فين تحطها؟ فين والبضاعه بتتحط فين؟ الا في المعرض. احطها في ايه؟ عليك نور، تحطها في المعرض بتاعك. وليا 25% من المكسب. ماشي، مش قلت لك هتفتي يا عم؟ اديني فرصه اقول لك بقيه العرض. اتفضل. نص البضاعه التاني افرشه في اي محل، وحلال عليك كله. ايه رايك؟ بس 25% كتير يا معلم. يا سيدي اصبر بس شهر وبعدين نشوف. بس البيع بنفس اسعاري. ماشي ماشي. هو في سمك بيتمسك في الميه؟ ايه بعد صبيانك يحمله. بس انا بقى يا معلم عايزك تحنن شويه ابن عمك. خليه يدخل الباترينه بتاعتنا عشان عايزين ناكل عيش. عشان ما اعملهاش معاه واحطها بالقوة، وانا كفاءة اعمل كده، ومحدش يقدر يعارضني ولا يكلمني. خلي بالك. لا لا لا، حلو حلو حلو. لا قادر 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 قادر، وكسر عينه وزله. يا عم خف يا عم، مش مسألة قدرة يعني، ده عشرة. ماشي، مبروك على الزيرو، ربنا يبارك لك فيها ويكفيك شرها. انا هكلمه وبقى ابعت البضاعة مع اسماعيل ومعاه الفواتير. ماشي. طب انت رايح فين يا معلم؟ ماشي. ما شربتش حاجة؟ لا مش عايز اشرب. والنبي لا تقعد. ما انا شربت، ما انت شربتني الكفاية. الله يبارك لك. طب ما تنسانيش في السيولة بقى عشان عايز الم نفسي. برضو سيولة وتلم نفسك؟ ماشي ماشي ماشي. يا مبيلاتك يا مبيلاتك اللي في الحضانة. يا بنتي الموضوع ما يتاخدش كده. انت فاهمة قد ايه زيزو ده عنيد؟ يبقى رفض. رفض انه يجي يصالحني ويصالح اهلي. بس هو اللي جابه لنفسه. هو ايه ده اللي جابه لنفسه؟ هقتله. تقتليه ايه يا مجنونه انت؟ ايوه هقتله، انا قلت لعاصم كده وبقولها لك. هقتله وهقتل نفسي واخلص. ممكن بس تهدي كده، لان اللي انت بتقوليه ده مش هيحل المشكله. امال ايه اللي يحل المشكله؟ الصبر. او النبي صحيح، وتفضلي بقى رايحه جايه قال ايه بتصالحيني. ممكن تفهميني عملتي كده ليه؟ حاطتينا كلنا في الموقف الزباله ده ليه؟ كان فين مخك؟ حمار غبية. أنا اللي غلطت، سبته يلعب بيا طول الشهور اللي فاتت دي. بس عايز أسألك سؤال واحد، أنت شايفة هو ممكن يوافق يتجوزني؟ لو حطيتي في دماغك أنه مفيش فايدة هيبقى مفيش فايدة، لكن بقى لو صممتي تاخدي حقك هيحصل. وأنا ورايا حاجة؟ ده أنا فاضية.